أهلا وسهلا بكم في قناة Learning Sprinkles. النهاردة إن شاء الله هنشرح الوحدة الرابعة من منهج Connect Plus Primary 1. إحنا كنا توقفنا شوية عن إنتاج الفيديوهات ده يعني لأسباب خاصة، بس إن شاء الله هنعوضكم الفترة الجاية. إن شاء الله إن شاء الله محتاجين تشجيع منكم كبير، بالذات على Primary 1، لأن أنا للأسف ما بلاقيش أي نوع من أنواع الصدى على فيديوهات Primary 1، وفي نفس الوقت بيكون عندي شخص أو اتنين بس هما اللي بيكومنت على محتاجين بقية اللسنز. فياريت أشوف منكم تشجيع، اشتركوا في القناة واعملوا لايك للفيديو، كمان شير الفيديو لو حسيتوا ان هو مفيد، ويلا بينا نبتدي بقى الوحدة مع بعض على طول. طبعا كالعادة انا مستخدمة كتاب استفهات زي ما دايما ما بذكر. عندي اول حاجة هنا lesson 1 on the farm field horse cow goat sheep duck chicken bird fish beak wings antlers tail leg big وعكسها small hay grass water sky live swim fly run eat funny different colors. خلاص كده الكلمات. نبدأ بقى نشوف هنا الكويز عندي بيتكلم عن ايه. read and learn. do the form quiz. read number and write. هنقرأ ونبدأ نشوف الموضوع ده هيتحل ازاي. اول حاجة عندي it's big it's brown It runs in the field. حاجة كبيرة ولونها بني وبيجري في الحقل. يبقى what is it؟ طبعا it's the horse. Number two, it's small. It's in different colors. White, black or brown. It lives on the farm. What is it؟ طبعا ممكن نقول it's the hen or it's the chicken. Whatever. الاثنين صح. It's small. It flies in the sky. What is it؟ طبعا اللي في البيكتشر عندي هنا the duck. كيف نخلي بالنا ان احنا بنربط الردل اللي قدامي او الفزورة اللي قدامي بالصورة اللي موجودة كمان. Number 4 It's gray It swims in the water What is it? It's the dolphin. It's white and brown It's funny It eats hay What is it? طبعا هنا It's the goat. الاكسرسايزز بقى على طول بتاعت الدرس. طبعا يعني اهم حاجة ان احنا فاهمين ان الكويز ده مجرد قراءة ومجرد ان احنا بنتسلى، وطبعا احنا عارفين من زمان ان الموضوع اليونتس اللي اتلغت وهكذا، فبلاش نضغط جامد قوي واحنا بنذاكر الوحدات دي عشان الولاد ما يبقاش عندهم ذكرى سيئة عن المنهج ومش مستعدين كمان لمجهود بقى الترم التاني. اول سؤال عندي هنا rearrange the following sentences or questions. هنبدأ ان احنا نرتب الكلمات. The horse has a long tail. Number 2, chickens are small. Number 3, it lives on the farm. Number 4, it swims in the water. Number 5, it flies in the sky. Number 6, it runs in the field. بعد كده question 2 mark the correct answer. هعمل tick او علامة صح عند كلمة yes or no اعتمادا على الصورة والجملة اللي قدامي. اول حاجة the horse is big. طبعا Yes. It's a farm. Yes. The cow is small. طبعا هقول no لان هنا البقرة اللي موجودة قدامي مش صغيرة خالص، والكاو عموما مش small خالص. Number 4. The fish swims in the water. Yes. The goat eats hay. طبعا هنا هقول no لان اللي في الصورة eats grass، ونخلي بالنا كويس قوي ان في معلومات معينة بتبقى راسخة في دماغ الاولاد ولكن الصورة مش هي هي اللي مكتوب في الجملة. The goat eats hay. في ناس بتبقى شايفة ان في انواع من الجوتس بتاكل اللي هو القش او التبن ده يعني، ولكن اللي في الصورة موجود ان هي بتاكل grass، فعشان كده هختار no. The sheep has two wings. No. The bird has four legs. No. The horse runs in the field. Yes. The cow has a tail. Yes. The bird flies in the sky. Yes. بعد كده عندي supply the missing letters. Farm R Fish S Bird I Chicken C Duck U Sheep P Goat A Cow W Horse R Field E Antlers L or هنا عشان عندي بس واحد فمكتوب antler tail I wings N beak K hay Y grass S water T sky Y. بعد كده choose the correct word. The chicken is small. ما كانش ينفع اختار horse ولا cow. قلت the chicken is small. The horse runs in the طبعا اخترت field. The space has two wings. طبعا the bird.
The cow is big. The fish lives in water. The goat eats hay. هنا كان هيقول لي مثلا الولد في مرة انتي قلتي في الصورة اللي قبلها ان هي grass وهنا اخترتي hay لان الاوبشنز اللي عندي هنا meat وbiscuits فما ينفعش ان انا اختار حاجة من الاتنين دول فاجباري بقى عندي هنا hay. The sheep lives on the farm. The horse has a tail. The bird flies in the sky. The cow eats grass. The goat has two small antlers. The duck has one beak. The bird has two wings. The fish swims in the water. بعد كده الكويستشن اللي انا بحبه لانه بيثبت قوي الكلمات والمعلومات عند الاولاد. Write the missing parts using the following words. عندي هنا horse, cow, goat, sheep. اول حاجة it's a cow. Number two, it's a sheep. Number three, it's a horse. It's a goat. ونفس الكويستشن تاني عندي بقى المرة دي duck, chicken, bird, fish. It's a chicken. It's a duck. It's a fish. It's a bird. تكملة the horse has a tail. لأن الورد اللي موجودة عندي هنا tail وكمان الصورة مبينة ديل الحصان. The bird has a beak. The goat has two antlers. The bird has two wings. تكملة لي برضو big hay small grass the horse eats hay the cow is big the chicken is small it eats grass بعد كده عندي هنا swims farm flies runs it runs in the field it swims in the water it flies in the sky they live on a farm واخر question عندي copy the following sentence هكتب نفس السنتنس تاني بس بخط كويس اللسن اللي بعد كده عندي هنا tree, bush, flower, grass, leaf, leaves, forest, grow, pretty. الدرس ذات نفسه read and learn. The trees are tall. Birds live in the trees. The bush is small. It has green leaves. The flowers are pretty. We play on the grass. خلاص الدرس خلص. زي ما انتوا شايفين حاجة بسيطة خالص الحمد لله والدنيا خفيفة يعني. الاكسرسايز بقى mark the correct answer. The trees are tall. اللي موجودين في البيكتشر هنا باين ان هم small ف no. Number two, the bush is small. البوش هنا اصلا الصورة دي البوش طبعا برضو لا no. The flowers are pretty. Yes. Birds live in the trees. Yes. The bush has green leaves. Yes. We play on the grass. اللي موجود هنا في الصورة no. بعد كده rearrange the following sentences or questions. The trees are tall. The bush is small. Birds live in the trees. We play on the grass. The flowers are pretty. ولاحظوا ان step ahead من مميزاته عمال يكرر نفس جمل الدرس ونفس كلمات الدرس في اكتر من exercise عشان ينمي قدرة الكتابة والقراءة عند الاولاد. ندخل بقى اللي بعد كده supply the missing letters flower, bush, tree, leaves. معلش بعد نسيت هنا احط ال V leaves هحطها معاكم كده. Leaf, grass. Number four, choose the correct word. The tree is tall. Birds live in the trees. Flowers are pretty. The bush is small. We play on the grass. The bush has green leaves. This is one leaf. طبعا اخترت leaf هنا لانها singular مفرد وهنا مكتوب one وis فما كانش ينفع اختار ولا wings ولا كمان leaves. Number 5, write the missing parts using the following words. عندي أول part هنا trees, flowers, forest, grass, leaves, bush. We play on the grass. Flowers are pretty. The bush is small. Trees are tall. It's a forest. The bush has green leaves. Copy the following sentence. هكتب نفس السؤال تاني ولكن بخط كويس. عندي بقى هنا lesson 3. أول حاجة عندي look after إن أنت بتاخد بالك من حد أو بتعتني بيه. Our world, drop letter, recycle plastic, plant trees, save water. طبعا بالنسبة للكلمات بتكون مترجمة قدامكم وده هيكون سهل جدا عليكم وعلى الأولاد. ولكن تعالوا بقى نجرب إن احنا نقرأ الدرس ونترجمه مع بعض. Read and learn. We look after our world. بما فيه المعنى إن احنا بنعتني أو بناخد بالنا من العالم اللي احنا عايشين فيه. We don't drop letter. احنا لا نلقي القمامة.
وي ريسايكل بلاستيك، وبنعيد تدوير او بنعيد يعني استخدام البلاستيك بان احنا بناخده ونعيد تدويره وبعدين نستخدمه من تاني. وي بلانت تريز، وبنزرع الاشجار. وي سيف واتر، وبنحافظ على المية. بعد كده مكتوب هنا هاو دو يو لوك افتر اور وورلد، ازاي انت بتعتني بالعالم بتاعنا. مكتوب مثلا فور اكزامبل اي دونت دروب لتر، ان انا مش بلقي الكلمات. طبعا ممكن اختار اي حاجه، ممكن اقول اي سيف واتر، اي ريسايكل بلاستيك، وات ايفر بقى. خلاص كده الدرس خلص. اهم حاجه نركز مع بعض ان الدروس خفيفه ومش محتاجه جهد كبير، فيعني بالراحه كده حتى في الحفظ ناخد زي ما اتفقنا ثلاث كلمات ثلاث كلمات، الموضوع هيكون سهل جدا. عندي بقى الاكسرسايزز هنا. مارك ذا كوركت انسر، وي لوك افتر اور وورلد، يس. طبعا في الصوره هنا باين الاولاد بيهتموا بالمكان اللي هم فيه وبيشيلوا القمامه وهكذا، فهتبقى اكيد يس. وي دونت دروب لتر، احنا لا نلقي القمامه، يس. وي ريسايكل بلاستيك، يس. وي بلانت تريز، اللي في الصوره هنا مش بيزرع الشجره، انا عايزه اعمل لكم زوم. وي بلانت تريز زي ما قلت لكم اللي موجود هنا مش بيزرع الشجره، هو بيقطعها تقريبا او بيقطعها مش بس بيقطعها يعني، ف نو. وي سيف واتر، يس. بعد كده عندي هنا ري ارينج ذا فولوينج سنتنسز اور كويستشنز. وي دونت دروب لتر، وي ريسايكل بلاستيك، وي لوك افتر اور وورلد، وي بلانت تريز، وي سيف واتر. طبعا الجمل هي هي بالظبط اللي قريناها في الدرس. Supply the missing letters. Letter T, drop P, world L, plastic S, recycle Y, plant N. بعد كده عندي هنا number 4. We look after our world. يعني احنا نهتم بالعالم بتاعنا. We save water. We recycle plastic. We don't drop letter. We plant trees. Okay. Number 5, write the missing parts using the following words. عندي drop, save, world, recycle, plant, letter. قبل ما ابتدي كده الاكسرسايز في لخبطه في الصور هنا، فاحنا هنلفت نظر الاولاد لده وبعد كده هنحل الجمله على اساس كانها يعني complete من غير صور خالص. يعني مثلا we look after our world، الصوره هنا خدمه الكلمه. Don't drop letter، نفس الموضوع. نيجي بقى عند بداية اللخبطة. We recycle plastic، هي هنا الصورة مش نفسها اللي المفروض نستخدمها للجملة، ولكن احنا هنعتمد على زي ما اتفقنا ان هو complete. We save water، نفس الفكرة، مش هي الصورة اللي المفروض نستخدمها ولكن احنا برضو بنحل على انه complete. Don't drop letter. We plant trees، احنا بنزرع الأشجار. تمام كده خلاص، يبقى احنا عرفنا اللخبطة اللي في الصور. احنا هنحل عادي جدا على الجمل اللي احنا خدناها من الدرس أصلا. طيب وكمان عندي الاكسرسايز اللي قبليه هيساعدني في ان انا اعرف استرجع الجمل او الكلمات اللي ناقصه مع الاولاد. الدرس اللي بعد كده need rabbit pet food clean house shelter sunshine soil plants rain give every day. الدرس ذات نفسه بسيط جدا جدا جدا. this is my pet، ده الحيوان الاليف بتاعي. it's a rabbit، هو ارنب. It needs food and water every day، بيحتاج أكل ومية كل يوم. It needs a clean house، ومحتاج بيت نظيف. خلاص الدرس خلص. Exercise 1، mark the correct answer. This is my pet، طبعا الأسد مش حيوان أليف خالص فهقول no. Plants need water، yes طبعا اللي هي النباتات بتحتاج مية. It's a rabbit، no. I give my pet food and water، yes. Plants need sunshine، yes فعلا النباتات بتحتاج ضوء الشمس. The pet needs shelter، يعني الحيوان الأليف بيحتاج مأوى لي أو بيت لي، shelter طبعا هقول yes. Plants need soil، والنباتات بتحتاج تربة، برضو هقول yes. okay. Read and match. عندي هنا the pet rabbit needs food water and shelter. بعد كده plants need sunshine water and soil، يبقى الحيوان الأليف بتاعي اللي هو أرنب بيحتاج أكل ومية وكمان مأوى ليه أو بيت ليه، shelter. والنباتات بتحتاج إيه؟ بتحتاج sunshine ضوء الشمس، water مية، وكمان soil اللي هي التربة. وآخر حاجة I give my pet food and water every day، أنا بدي الحيوان الأليف بتاعي كل يوم أكل ومية. خلاص كده. Rearrange the following sentences or questions. This is my pet. It needs water and food. It needs clean house. Plants need soil and water.
plants need sunshine. بعد كده supply the missing letters, وعلشان ما اقعدش الخبطكم يعني انا هقول الورد وخلاص الحرف باين قدامكم. shelter, rabbit, pet, plants, clean house, food, soil, rain, sunshine. اخر حاجة عندي في lesson 4 وهتكون نهاية الفيديو بتاعنا عشان الوحدة دي كبيرة شوية. عندي هنا write the missing parts using the following words: food, plants, water, shelter. The rabbit needs water. Plants need water. The rabbit needs shelter. The rabbit needs food. طبعا هنا اخترت الاكل لانه ماسك كارت في ايده جزرة يعني بياكلها, وهنا اخترت shelter لان ليه المأوى بتاعه او البيت يعني بتاعه. نفس الاكسرسايز بس بكلمات مختلفة: sunshine, soil, pet, water. This is my pet. Plants need water. النباتات بتحتاج مية. Plants need soil. Plants need sunshine. واخر حاجة copy the following sentence: what do animals need to live. هكتب نفس الكويستشن تاني بس بخط كويس. وبكده يكون الفيديو بتاعنا كجزء اول الوحدة الرابعة primary 1 connect plus انتهى خلاص. وعايزكم تعملوا سبسكرايب للقناة, لايك للفيديو, وكمان تنشروا الفيديو قد ما تقدروا علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. ان شاء الله احنا هنحاول ننزل اخر جزء من الترم التاني ورا بعضه كتير. عايزكم بس تشجعونا بالشيرز وباللايكس علشان نقدر ان احنا نستمر وما يحصلش للواحد كده فترات احباط صراحة زي اللي جات لي الفترة اللي فاتت بسبب ان انا شفت primary 1 لا يتفاعل اطلاقا معايا ولا على الجروبس ولا على القناة ولا على اي حاجة. فبصراحة انا بعد كده عشان اكون صادقة معاكم هتكون الاولوية للناس اللي بتتفاعل, لان في الاخر هو ده انا عايز افيد اللي حواليا واشوف مين الطبقة من الناس اللي بتحب تتفرج وتستفيد, هما دول اللي انا فعلا ههتم بيهم بفيديوهات اكتر على القناة. شكرا جدا لكم ولدعمكم ومع السلامة.